نحن سألنا العراقيات والعراقيين عما يعني التماسك الاجتماعي بالنسبة لهم، واخترنا 6 منهم ومن خلفيات قومية ودينية ومناطقية مختلفة، ولقد حصلنا على هذه الآراء: إنه يعني الوحدة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل. العراق مليء بالموارد الطبيعية والجمال، يجب أن نعمل جميعا معا لنعرف ما لدينا وكيف نحتفظ به. يعني التطوع، تقوم مجموعة من المتطوعين لدينا بطهي الطعام وتوصيل لمن يعجزون عن الاعتناء بأنفسهم. النساء يطبخن والشباب يتناوبون على القيادة لتقديم وجبات الطعام كل أسبوع. إنه يعني اللعب مع الأصدقاء من جميع مناطق العراق ومن مختلف الأديان والعائلات. بالنسبة لي هذا يعني روح الفريق، الشعور الذي ينتابك عند مشاهدة فريق كرة القدم وجميع اللاعبين يعملون معا، جميعهم لديهم مهارات لكنهم يأتون من محافظات مختلفة أو حتى من بلدان مختلفة. عندما توفي زوجي ساعدني مجتمعي من خلال توفير الطعام ورعاية أطفالي. عندما أحتاج إلى العمل والسفر، هذا إحساسي بالمجتمع، فقد ساعدني العمل الجماعي من جيراني على تجاوز أصعب السنوات في حياتي. التماسك الاجتماعي هو إيجاد الأشياء التي يمكن للجميع الانسجام والتماهي معها. يعد الطعام أمراً هاماً في التقريب بين العائلات والجماعات، قضاء ساعات في طهي أفضل المكونات، والجلوس أخيراً للاستمتاع بها مثل الكباب، الكبة، المسكوف، وحتى الشاي، أن نضعه وسط الطاولة ونجتمع حوله. العراقيون كانوا على الدوام مثالاً للتماسك الاجتماعي والوحدة التي هي تراثهم الأصيل وضرورة لمستقبلهم لبناء العراق الذي يحلم به الجميع لهم ولأبنائهم. التماسك والوحدة تعني الازدهار ومستقبل أفضل للجميع.